تجديدا للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي وتجسيدا لصورة بحرينية مشرقة، نظمت جمعية بصمة خير وبالتزامن مع احتفالية المملكة بأعيادها الوطنية، نظمت فعالية يوم العلم بمجموعة من الفعاليات التي جعلت العلم رمزا لها. الزميلة خولة الجرينيس والتفاصيل. إيماننا بالعلم كإيماننا بذاتنا، فهو ليس مجرد قطعة قماش تحمل اللونين الأحمر والأبيض، بل هو رمز وعز نعيشه ونرفعه ليرفرف عاليا في سماء مملكتنا الحبيبة، حاملا حب أبنائه وولاءهم لقيادتهم من خلال بصمة الحب التي بصموها على أكبر علم تم تصميمه من قبل جمعية بصمة خير، احتفالا بالعيد الوطني المجيد ليحمل بصمات أبناء هذا البلد المخلص. بصمة العلم لقت قبال كثير من الجمهور والمتواجدين في الممشى، ولقت حوالي 1000 بصمة خلال ساعة واحدة. اللي تشوفون أجدام هذه دائما يعطوا انطباع جيد وفيه نوع من الوطنية والإحساس بالوطنية، خصوصا للأطفال وللشباب تطبع عندهم الوطنية بصورة جيدة إن شاء الله، وذي مردودة في المستقبل على مستوى مستقبل البعيد إن شاء الله، تتكون عندهم انطباع جيد والمجتمع أيضا. إحنا لو لاحظتي شرائح المجتمع متعددة ومتنوعة في الحضور، وهذا يؤدي إلى الترابط والتلاحم. جموع من المواطنين هتفوا للعلم وتركوا بصمة ولائهم عليه، ليقفوا في ذات الوقت على تدشين أكبر كعكة تحمل علم مملكة البحرين للتعبير عن مدى حب وولاء وانتماء المواطنين للدولة والقيادة الحكيمة. اليوم جيت عشان أبين حبي حق الوطن، وبصمت على العلم عشان أبين حبي حق الوطن وحق الملك أكثر. أنا اليوم حطيت بصمتي على العلم عشان أعبر عن حبي لوطني البحرين. الاحتفال لم يقتصر على أبناء البحرين، بل شارك الفريق الكويتي بعرض مميز للسيارات الكلاسيكية بمشاركة عدد من الهواة البحرينيين. احنا طبعا كل سنه صار لنا هذه رابع سنه نشارك الاعياد الوطنيه للبحرين، وننطرها من سنه لسنه عشان سنه حق البحرين ونشارك فيها، وما شاء الله احتفاليه وايد شعبيه وجميله جدا حق الشباب. المواطنون اليوم صغيرهم قبل كبيرهم يقفون صفا واحدا ليعبروا عن حبهم لهذا البلد الغالي وقادته. هذا العلم يرفرف على أنغام السلام الملكي، يقف الجميع خلفه بكل حب متحدين، مؤكدين حبهم وولائهم الأبدي، داعين الله عز وجل أن يديم علمنا ويبقيه عاليا خفاقا شامخا كشموخ قائده. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.